تابعنا يعني ما حدث في موسم العمرة السابق والحج السابق، خلينا نقول إن في موسم جديد انطلق رسميا وهو موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1446. بدأت البوابة المصرية للعمرة اعتماد وتوثيق عقود شركات السياحة المصرية العاملة والشركات والوكلاء السعوديين الحاليين استعدادا لانطلاق الرحلات. طبعا غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعتت كتاب دوري للشركات السياحية أو شركات السياحة تتضمن الضوابط والقواعد المنظمة لموسم العمر الجديد وآليات العمل خلاله. خلينا في تفاصيل أكثر عن هذه الضوابط. معنا على التليفون الأستاذ ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير. اهلا بحضرتك. في البدايه خلينا نتعرف من حضرتك يا فندم ايه هي الضوابط اللي تم وضعها في هذا الموسم الجديد للعمره لضمان يعني خلينا نقول مروره بسلاسه. اهم الملامح بتاعه الضوابط السنه دي تتضمن عده نقاط، في جزء فني وجزء مالي. بالنسبة للجزء المالي، الشركات اللي هتشتغل في العمرة السنة دي لازم تكون في ضمانات مالية تصل قيمتها ل 5 مليون جنيه. بالنسبة للتأشيرات، كان زمان أي مواطن بيخش يعمل تأشيرة عمرة دون وجود تنظيم، فبيطلع مع وكيل سعودي دون المرور على البوابة المصرية ودون المرور على القواعد والضوابط المصرية. فاحنا لغينا التأشيرات اللي تسمى الافتراضي، ولازم تأشيرة العمرة تكون من خلال شركة سعودية وشركة مصرية لضمان الخدمة ولضمان الحقوق بتاعة المعتمر. بالنسبة للإشراف، كان الإشراف بيبقى فيه مشرف على كل 135 معتمر، خفضنا العدد ل 50 معتمر، المشرف لازم يشرف على 50 بحد اقصى. بالنسبه للحقوق والواجبات، ان في عقد بين الشركه والمعتمر شامل كل التفاصيل من لحظه السفر للحظه العوده، ووسيله السفر والفنادق والسعر وطريقه السداد والالغاء ازاي والتعديل ازاي، يعني كل ما يلزم بتفاصيل ماليه وفنيه يكون موثق ومرفوع على بوابه العمره. تمام. طيب بالنسبه السنه دي برضو عشان نخفض الاسعار فتحنا رحلات البحر ورحلات البري. كويس. عوده تاني رحلات البحري والبردي، عشان كانت الاسعار الطيران ارتفعت بطريقه شديده، كانت تعجز بعض الفئات عن السفر للعمره. بالنسبه للحمله التوعيه، في حملة هتطلق قريبا لتوعية المواطن انه لازم يروح لشركات مرخص لها بالعمل. صحيح. من وزارة السياحة، وان الكيانات الشرعية الغير شرعية دي اللي بتروج لأي رحلات سواء بالسوشيال ميديا او في اي قطاع سيتم ابلاغ الجهات الامنية ومصلحة الضرائب للتعامل مع هؤلاء الافراد اللي بيسيئوا للمواطن كما حدث العام الماضي. طيب يعني خلينا اي تاشيرات بقى استاذ ناصر بس خليني بس برضو أيوة. ايه عشان نحط نقطه بس يعني في هذا أيوة. الامر او نحط يعني ايه سطر كده. الناس كتير كانت بتروح مع شركات، وبعد ما بيروح طبعا بيسمع عرض عظيم جدا انك هتروح هناك وهتلاقي فندق بالشكل الفلاني، هتلاقي وسيله سفر بالشكل الفلاني، وهتلاقي اكل بالشكل الفلاني، وبيروح بيفاجئ ان كل ما قيل له، وهي شركه بالمناسبه على أرض الواقع، غير موجودة. الدكتور مدبولي بعد الموسم الحج الماضي ألغى ترخيص عدد كبير من الشركات لأنها تورطت في مثل هكذا أعمال. إيه الضمانة إن ده ما يحصلش تاني؟ والمواطن، وده اللي يهمني، أنا النهاردة سافرت مع شركة عرفتها وقالت إن هي هتسفرني في برنامج عمرة بشكل معين، رجعت وعايز أشتكيها، أعمل إيه؟ من حق المواطن يدخل على بوابة العمرة المصرية ويعرف برنامجه ويعرف حقوقه، ولو عنده أي مشكلة يقدر يشتكي سواء على الخط الساخن بتاع وزارة السياحة أو يدخل يعمل
كومنت على البوابه، وهيجيله اصلا رساله من البوابه بالبرنامج اصلا. هتجيله رساله الكترونيه على الموبايل بتاعه اللي مسجل في العقد اللي هو بينه وبين الشركه. كل الكلام ده ضمانات. تاني حاجه بالنسبه للعمره، يعني احنا مش عندنا مشاكل في العمره بتاعتي. اخطات واتعاقبت، انما في نفس الوقت الوسطة اللي على السوشيال ميديا كلكم اكيد شايفينهم، وكلكم شايفين العروض اللي بتنزل، واحنا بلغنا مرارا تكرارا عمر الازمه اللي راح فيها اهلنا الله يرحمهم. طيب يعني هو استاذ نصر، هو المشكله الاكبر خلينا نقول واجهناها في اثناء موسم الحج، لكن كان في بعض المشاكل ايضا في موسم العمره كان ما كانتش بنفس الزخم او بنفس القوه، لانه بيبقى حتى الزخم والقوه في موسم العمره بيبقى الوضع بيبقى مختلف شويه، فكان في بعض برضو المشاكل، ولكن طبعا كل الضمانات والاجراءات يمكن اللي تم وضعها هي مهمه جدا. لكن استاذ نصر خليني اسال حضرتك برضو، هل في شروط او اجراءات خاصه بالعمره في هذا الموسم الحالي؟ انا حضرتك قلت لي كل الضمانات دي يا فندم. شروط او اجراءات خاصه، يعني هل في شروط او اجراءات خاصه المفروض المعتمر ان هو يقوم بيها، اوراق معينه لازم يحضرها؟ يعني لو حضرتك بس تدي نصايح او تدي زي جواز السفر فقط والصور الخلفيه بيضاء، ويروح يشترك في شركة عندها ترخيص ومعتمدة في البوابة المصرية للعمرة فقط لا غير. إنما في نفس الوقت أنا عايز برضو أقول لك خبر مهم برضو. إن كانت الأزمة في الحج السنة فاتت بسبب التأشيرات الشخصية الزيارة، الكلام ده لن يتم منح باركود اللي هو التعريفي بتاع الخروج من المطار إلا بوجود مستند من الداعي اللي هو الجانب السعودي. أي شخص هيدعي شخص في مصر لازم يكون الدعوة موثقة من جهة سعودية حتى يتحمل مسؤوليته في حالة لا قدر الله أي مشكلة في السعودية، لأنه المفروض اللي داعي المسؤولية كاملة لأن دي دعوة شخصية. فالأجزاء دي كلها احنا رأيناها، إنما بالنسبة لنا المستند المطلوبة زي ما قلت لك جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 شهور، خلفية بيضاء صورة 4:6 فقط لا غير، والتعاقد مع شركة سياحة مرخص لها بأداء العمرة ومعتمدة في البوابة، ويعمل عقد يعرف حقه ويعمل عقد ويمضي العقد ويبقى عنده نسخة من العقد، حتى لو لا قدر الله حصلت أي مشكلة يبقى معاه نسخة من التعاقد اللي تم مع الشركة المصرية. طب والمواطن البسيط اللي ما يعرفش الفرق بين الشركة وصفحة الفيسبوك في بر مصر وبحرها وصعيدها، اللي بيخش على وسائل التواصل وبيلاقي صفحة وبتقول ان انا هسفرك وبعرض فلاني بالسعر الفلاني، نقول له ايه او يعني نوعيه ازاي؟ او يعني تنصحه وتنصح ولاده. المواطن البسيط عنده ولاده وعنده اخواته كلهم مثقفين ومتعلمين، ولازم يذهب لشركة مرخص لها ويتعاقد ويعرف حق أهله وعيلته، ويبقى عارف ما يبعد عن الوسطة، وبلاش شغل مع الوسطة عشان الكلام ده بيسيء له ولعيلته. فلازم يعرف حقه ويتجه لشركة مرخص له ويعرف حقه، يبقى مع عقد كامل بالشروط، لأن المواطن البسيط عنده أهله، مفيش مواطن بسيط من دون عيلة، فعنده يا اما اولاده يا اما اخواته، لازم يبقى عارف حقه تماما حتى لو ما بيمضيش يبصم على العقد، يبقى في بصمه، لازم يعرف حقه. طب اخيرا يا استاذ، ده توعيه ودورنا طبعا اكيد، لكن اخيرا يا استاذ ناصر احب اعرف من حضرتك، هل في آلية معينة لمواجهة الوسطاء اللي حضرتك يمكن ذكرتهم دلوقتي او الشركات حتى الغير مرخصة؟ حضرتك في حملة هتطلع قوية الفترة اللي جاية، وتعاوننا مع الأجهزة الأمنية كلها ومصلحة الضرائب المصرية المحترمة، إن أي كيان سيتم الإبلاغ عنه والتعامل بشدة حتى لا تتكرر ما حدث الأعوام الماضية، وعلى الوسطاء مراعاة أن الموضوع ليس بالهين، وأي تعامل في ملف العمرة أو الحج دون ترخيص
الحج، انت عارفه ان الحج عن طريق ثلاث جهات فقط، وزاره الداخليه وزاره التضامن وزاره السياحه. فعلى راغبي الحج عند فتح باب الحج ايضا التعامل مع الجهات الرسميه الثلاث فقط لا غير، حتى يحافظ على صحته ويكون حج امن ويعود بسلامه الله. بنؤكد مره اخرى ان بوابه العمره المصريه هي السبيل الوحيد للمواطن المصري ان هو يقدر من خلالها يتعامل، يقدم من خلالها اوراقه، يشتكي من خلالها الشركه. سهل جدا انك تلاقي عرض رخيص في الثمن او في السعر، ولكن لما هتروح هناك هتلاقي ان مش متامن عليك، ان لو حصل لك حاجه ما حدش عارف ينجدك، ان وجودك في فندق مش بشكل قانوني، ان دخولك بشكل غير قانوني، كل دي مشاكل. بوابه العمره هي اللي هتضمن ليك كل هذه الامور. بنشكرك الاستاذ ناصر تركي، عضو اللجنه العليا للحج والعمره.